الكوفر موضة فنية جديدة استطاعت في الآونة الأخيرة أن تحصد مكانة بعالم الفن. جزائر زينة البلدان. فنانون وهوات يصنعون نجاحات عن طريق أغاني نالت شهرة واسعة. شدة في ربي في ربي والصنم. على عكس ما يروج له بأنه سرقة فنية، يرحب أهل الفن بالكوفر إذ يعتبرونه دليلاً على نجاح العمل الفني وانتشاراً لصاحبه. في الكوفر je suis pour parce que c'est pas n'importe les rennes cover. C'est le cover c'est sèche sans autotune avec la guitare ou connoué la guitare ou la un piano. Donc je suis pas contre parce que c'est un art autant que les touches à le cover c'est un artiste. يعني ما راحش عاودها ما موسيقى وما كذا 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 لو كوفر سي سونتيمونتال سي كالم سي تقدر تسمع يقدر هو هذاك اللي غنى الكوفر انا زيد نرفد عليه فهمتي و فوالا شوي بور اوتونك حاجه اللي تكون انا تفرحني شوي بور شوي با كونتر. من جهة أخرى يجتمع بعض الفنانين على ضرورة أخذ الإذن من صاحب الأغنية في حال إعادة تأديتها، ومنهم من يرجع السبب لحقوق النشر والتوزيع والتأليف حتى لا تضيع حقوق المشاركين في صناعة العمل الغنائي. من الجانب أنه ما يزعجنيش لأنه هذا الإنسان كما يحبش لزر جلالي ما يعود ليش. الشق الثاني المزعج انه مثلا كي يعاود لك كوفر ولا اغنيه انه ما يطلبش اوتوريزاسيون الاذن لانه الاغنيه ماهيش ملكي انا وحدي فيها شاعر فيها ملحن فيها موزع فيها منتج كذلك لانه هي سلاح ذو حدين. الكوفر موضة ما زالت محافظة على رواجها بفضل وسائل التواصل الاجتماعي التي عززت من انتشارها وصنعت لها مكانة خاصة بعالم الفن والإبداع.